كان يا أحبائي في جنة عدن ثلاث أنواع من الطعام. كان هناك طعام الروح وهو شجرة الحياة، وكان هناك طعام النفس وهي شجرة معرفة الخير والشر، وكان هناك طعام الجسد وهو باقي أشجار الجنة. ربنا لما حط آدم في الجنة قال له من جميع الشجر كل، يعني كل من غذاء الروح زي ما انت عايز، وكل من غذاء الجسد زي ما انت عايز، لكن يا ريت تبعد عن شجرة معرفة الخير والشر اللي هي غذاء النفس. وربما البعض يتساءل ما هو نتيجة غذاء النفس؟ نتيجة غذاء النفس تتولد الذات. يعني آدم وحواء قبل ما يأكلوا من شجرة معرفة الخير والشر كانوا عايشين بذات الله، لكن لما أكلوا من شجرة معرفة الخير والشر اتولدت فيهم الذات الإنسانية، فأصبحوا منفصلين عن الذات الإلهية. وكانت شجرة معرفة الخير والشر علامة اللعنة، وهذه الشجرة هي المحطة الأخيرة التي وصل إليها الإنسان. لما كنت رايح أسوان بركب القطر يطلع بيا من القاهرة للجيزة، لبني سويف، للمنيا، لأسيوط، لصهاج، لقنا، للأقصر، لأسوان. لما أحب أرجع المحطة اللي وصلت عندها هي المحطة اللي ابتدي بيها. فالمسيح يسوع علشان يرجعنا كان لازم يبتدي بالمحطة اللي وقف عندها آدم، والمحطة التي وقف عندها آدم هي محطة اللعنة، لأن بمجرد ما أكل قال له ملعونة الأرض بسببك، شوكا وحسكا تنبت لك، وانفتحت أعينهم وشافوا أنفسهم إنهم إيه؟ عريانين. عشان كده كان لازم يسوع يجي لغاية شجرة اللعنة، وشجرة اللعنة هي ايه؟ الصليب. ملعون، ملعون كل من علق على خشبة. اي واحد يتعلق على خشبة اللعنة تصيبه، لكن المسيح يسوع لما تعلق على الخشبة هو اللي صابها. ما هي تنتصر عليه وتلعنه، يا هو ينتصر عليها ويحولها البركة والقوة. عشان كده أي واحد في البشر يصعد على شجرة اللعنة يتلعن، ويقول له اوعى تبيت جثته لأن الأرض تهتز من بيهات الجثة على هذه الخشبة، قبل غروب الشمس لازم تدفنه لأنه ملعون. لما صعد يسوع إلى شجرة اللعنة محاها ودخل لنا شجرة الحياة مرة أخرى. أريد أن أكلمكم اليوم عن شجرة الصليب التي هي شجرة الحياة، بعد أن كانت لعنة تحولت إلى حياة. شجرة الحياة وردت يا أحبائي في الكتاب المقدس أربع مرات، مرتين في السفر الأولاني ومرتين في سفر الرؤيا. سفر التكوين في الإصحاح الثاني والثالث، وسفر الرؤيا في الإصحاح الثاني والاثنين وعشرين اللي أنا قريته على حضراتكم. لكن أنا هشرح الثلاثة الأولانيين بسرعة وركز على المرحلة الرابعة اللي أنا قريتها لحضراتكم. في الإصحاح الثاني يقول لك وشجرة الحياة في وسط الجنة. وخلي بالك كلمة وسط ده مكان المسيح، مكان المسيح، سواء إن كان أمام شجرة اللعنة أو شجرة البركة فهو فين؟ في الوسط. أمام شجرة اللعنة يقول إيه؟ صلبوا لص عن اليمين ولص على الشمال ويسوع في الوسط.
احنا بنغني في الكنيسة ونقول صنعت خلاصا في وسط الارض كلها ايها المسيح الهنا. حتى في الكنيسة حيثما اجتمع اثنين او ثلاثة فانا اكون في وسطهم. حتى في السماء يوحنا اول ما طلع يقول لك وفي وسط العرش خروف قائم كأنه مذبوح. بعد ما كل الانسان من الشجرة يجي المثال الثاني في اصحاح 3، هوذا الانسان قد صار كواحد منا لعله يمد يده ويأكل من شجرة الحياة فيحيا الى الابد. عشان كده ربنا طرد ادم. ادم ما طردش من الجنة علشان كسر الوصية، لكن طرد من الجنة علشان ما ياكلش من شجرة الحياة. يعني ايه؟ اصل كلمة صار كواحد منا. طب امال قبل ما ياكل كان ايه؟ كان واحد فينا. خلي بالكم، عشان كده المسيح يسوع اذا كان ادم طلعنا منه وبقينا كواحد منه، المسيح يسوع في يوحنا 17 يقول له ايه؟ ايها الاب الذين اعطيتني اريد ان يكونوا واحد فينا. في فرق بين واحد منا واحد فينا. واحد منا يعني كان مننا وخرج، لكن واحد فينا جوانا. طب ليه ما ياكلش من شجرة الحياة؟ لان لو كل من شجرة الحياة يأخذ الصلابة، ولو خد الصلابة عمره ما هيكون له خلاص. ربنا شرحها الارمية بطريقة بسيطة. قال له ارمية، نعم يا رب. قال له انزل للفخراني. فنزل للراجل بتاع الفخار، مش عارف الكتب شفتوا الفخار وهم بيصنعوه ولا لا، عبارة عن ايه؟ طبلية كده او عجلة بتعمل ايه؟ بيلفها برجله، يحط قطعة الطين ويقعد يلفها برجله ويدوس عليها بايده يمين وشمال، ساعة يدوس وساعة يخفف وساعة يميل ايده يمين وساعة يميل ايده شمال، ويستخدم الانامل بتاعته لغاية ما يطلع فازة جميلة. الفخراني وهو بيشتغل ممنوع تتكلم معاه عشان يركز في شغله. ربنا طلب من ارمية ان يروح والراجل بيشتغل ويعمل ايه؟ ويتكلم معاه. فلما ارمية قعد يتكلم معاه ويسأل الراجل، الراجل صرح مع ارمية الاناء باظ. ارمية بيقول له انا اسف، بتكلم بلغتي عشان تفهموها، هي مش مكتوبة في الكتاب. قال له ولا حاجة، بسيطة. راح عجنها وراح اشتغلها مرتين. فربنا بيقول له يا ارمية لو باظت 10 مرات يقدر يشتغلها ولا لا؟ قال له يقدر يشتغلها. قال له لكن ايه رأيك لو دخلها في النار وخدت الصلابة وطلعت معوجة، ينفع تتصلح؟ تتكسر وتترمي. عشان كده الشيطان عشان ما تاخد ومصنوع من النار، كل الملائكة صانع ملائكته ارواحا وخدامه ايه؟ لهيب نار. عشان هم من نار ما ينفعش يتصلحوا. فرحة قلبي، يمكن انتوا بتتضايقوا لما ربنا قال لآدم انت تراب والى التراب تعود. ما دام انا تراب يقدر يصنعني مرة واثنين وعشرة واصير في المسيح يسوع خليقة جديدة. لكن لو كان الانسان كان من شجرة الحياة وهو معوج كان يفضل في عوجه الى الابد ويبقى زيه زي الشيطان ملوش خلاص. الآية التالتة في رؤية 2، ودي اللي بتورينا امتى اؤهل للاكل من شجرة الحياة. بيقول لي ملاك كنيسة افسس، من يغلب فسأعطيه ان يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. يبقى مين اللي ياكل؟ اللي يغلب.
طب واحد يسألني سؤال، مين اللي يغلب؟ قالها يوحنا. يوحنا اللي كتب الرؤيا هو يوحنا اللي كتب الرسالة الاولى. من الذي يغلب الا الذي يؤمن ان يسوع هو المسيح ابن الله الحي؟ يبقى كل الغالب المؤمن، والمؤمن ليس المؤمن بالكلام لكن المؤمن بالثقة وبالاعمال. ومن هنا نؤهل للاكل من شجرة الحياة. ادخل للموضوع الاخير واختمه بسرعة. الجزء اللي قريته، اراني نهرا صافيا من ماء حياة. خلي بالكم الكتاب مش محتاج مفسر من بره، الكتاب بيفسر نفسه. ويسوع المسيح قال كده، قارنين الروحيات بالروحيات. وعلى فكرة كنيستنا الارثوذكسية ما فيهاش حاجة اسمها تفسير كتاب مقدس، ده الفكر ده فكر للكنيسة البروتستانتية. لكن الكنيسة الارثوذكسية فيها تفصيل، مفصلين كلمة الحق باستقامة، تفصيل. تقول لي ايه الفرق بين التفسير والتفصيل؟ التفسير بمزاجك، لكن التفصيل تمشي على باترون، لما تيجي تفصل تمشي على مقاسات معينة. عشان كده الكتاب المقدس مرتبط ببعضه رباط كامل. لما يجي مثلا اقرا الحتة دي، اراني نهرا، ايه النهر ده؟ من يؤمن بي تجري من بطنه ينابيع انهار ماء حي، تخرج جددا وعتقاء. وقد قال هذا عن ايه؟ عن الروح القدس المزمع ان يعطى، لانه اليسوع لم يمجد بعد، فالروح القدس لم يرسل بعد. يبقى النهر ده اللي هو الروح القدس، تخرج انهار جدد وعتقاء، يعني كلمة الله. فالنهر هي كلمة الله النابعة عن طريق عمل الروح القدس. طيب نهر صافي يعني ايه نهر صافي؟ يعني ما فيهش غش، ما فيهش خدش، ما فيهش يمين وشمال، ما فيهش افكار النهاردة تبقى افكار وبكرة تتغير بافكار جديدة. عشان كده السماء والارض تزولان لكن حرف واحد او كلمة واحدة من كلام الله لا يزول. نهر صافي. نمرة ثلاثة، لامعا من حياة لامعا. كلمة من حياة لان كلمة الله في حد ذاتها فعل وفاعل. اي كلمة لاي واحد في البشر محتاجة لفاعل. يعني مثلا لو رئيس جمهورية او ملك اصدر قرار ان يصرفوا كذا للشعب، دي كلمة لكن محتاجة جهاز كبير قوي علشان ينفذ ايه؟ ينفذ الكلمة. لكن ربنا بيقول الكلمة، والكلمة بتاعته فعل وفاعل. كلمة الله فعالة، حية وفعالة، وامضى من كل سيف ذو حد. يعني لما قال له لعازر هلم خارجا، ما جتش مجموعة من الملائكة واشتغلت بسرعة؟ لا، هي الكلمة شالت الفساد، ضيعت كل حاجة، رجعت الروح، رجعت الحياة. في لحيظة خرج الميت. عشان كده الرجل اللي قال له قل كلمة من مكانك، قل كلمة، وارميا يقول لك من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر به. كلمة حية. عشان كده الكلمة الحية تصح الميت، لكن الكلمة الميتة عمرها ما تصح الميت. شوفوا شاب بيموت، ابوه وامه يتشحتفوا عليه، اغلى ما ليه بيبكوا عليه، يا ابني يا النار اللي في قلبي، يا ابني سايبني على مين، يا ابني رد عليا، ولا يعبروا. هو مش ما بيعبروش، هو مش سامعه. طب كلام الاب والام مش صادق؟ صادق 100%. امال ما سمعوش ليه؟ اصل الاب والام ميتين، والميت ما يسمعش ميت. لكن لو في واحد حي ما اخطاش ابدا يقول له قوم، يقوم، يسمع، يسمع ويخرج على طول يا احباء. فمن هنا تبان الصورة الجميلة.
خارجا. بص هنا الجمال، الروح القدس جاي لينا من عرش الله والخروف. ليه بيقول من عرش الله والخروف؟ الخروف يعني المسيح بعد ما اتصلب ومات وقام وصعد، ابتدى الروح القدس يعمل ايه؟ يخرج وينزل لنا، لان هو بيقول ان لم اصعد لا ياتيكم المعزي، انا لما هروح ابعته. كلمة الخروف يعني المسيح ناسوتيا المتحد باللاهوت، عرش الله الاب والابن والروح القدس، والخروف الجسد والنفس والروح الانسانية اللي اتحد بها يسوع اتحاد كامل خارج الروح القدس. طب وبعدين؟ وفي وسط سوقها. بزعل جدا لما الاقي المفسرين يجي يقول لك وسط سوقها، هي اورشليم فيها سوق، فيبتدي يتصرف من ذاته. عارفين عاملين زي مين؟ زي سمعان الشيخ لما قال مش هكتب هالعذراء، اكتب هالمرأة او هالفتاة تمشي. هو اورشليم فيها سوق، فالمفسرين عارفين قالوا ايه؟ قالوا لا يقصد سوق، يقصد ميدان، ميدان يعني وسطها، لا سوق. وقالها يوحنا في وسط سوقها. اورشليم فيها سوق، ايوه فين السوق ده؟ عشان تعرف السوق ارجع للمختار الصحاح المصباح المنير وطلع كلمة سوق. عارفين سوق معناها ايه؟ مكان المقايضة. السوق مكان المقايضة. اصل زمان ما كانش فيه ورق بنك نوت، فكانوا الناس انا زارع قمح اخد لي اردبين قمح واروح فين؟ اروح السوق. عايز قماش اخد من واحد قماش واديله قمح. شكرا. عايز قماش واديله ايه؟ اديله قمح. وعايز لحمه ادي بتاع اللحمه واديله قمح، اخد لحمه واديله قمح. فانا اعمل عمليه ايه؟ مقايضه. الراجل اللي معاه لحمه برضه عايز قمح فبياخد مني. فكلمه سوق يعني هات وخد، ادي معنى السوق. ايه هو السوق ده؟ تلة الجلجسة، مكان المقايضة، ياخد اللي لينا ويدينا اللي ليه. هي شجرة الحياة، شجرة الحياة اللي قالها يسوع لغاية دلوقتي. عشان انت مش راضي تكلف نفسك وتروح لجبل الجلجسة، جبل الجلجسة بيجيلك لغاية بابك ويقول لك انا واقف على الباب اقرع، ان فتح لي احد ادخل. في اية حافظينها بس ايه معناها؟ اتعشى معه وهو معي. طب ايه يعني؟ ما انا لما اقولها اتعشى مع ابونا لوقا يبقى ابونا لوقا هيتعشى معي من غير ما يقول. لا، ايه كلمة اتعشى معه وهو معي؟ في النص اليوناني هاكل من اكله وياكل من اكلي. يعني ايه؟ يعني انا حاطط الترابيزة وحطت الصينية بتاعتي ولسه هقول بسم الله هاكل، الباب خبط، فتحت الباب لقيت يسوع واقف ومسك الصينية بتاعته، فبيقول لي ممكن يا أرمية ادخل اكل من اكلك وتاكل من اكلي؟ تقول له اتفضل يا رب. دخل، بصيت في الصينية بتاعتي لقيتها مليانة كذب وحلفان وشتيمة ومسكسيرة وزنا وشهوة ونجاسة ودنس، وبصيت في الصينية بتاعته لقيت طهارة ونقاء وعفاف ومحبة وسلام. يقول لي ممكن تاخد اللي ليا وانا اخد اللي ليك. مين يرفض؟ مين يرفض هذه المقايضة؟ يأخذ الذي لنا ويعطينا الذي له. بل في هذا السوق الذي بلا خطية قد صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. في وسط سوقها، لو خلي بالك يقول لك ايه؟ وعلى النهر، الكتاب المقدس، كلمة الله اللي ماشي بالروح القدس. ويقول جملة غريبة، طبعا سفر رمزي لو حبينا نفسره حرف ما ينفعش. وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة. ايه من هنا ومن هناك؟ في شجرة طب على الشطين بتوع النهر؟ ده سؤال. في شجرة؟ ايوه هي شجرة الحياة. ايه من هنا ومن هناك؟
من هنا عهد النعمة ومن هناك عهد الناموس. المسيح بصليبه هو المخلص لعهد الناموس وهو المخلص لعهد النعمة. عهد الناموس في الرمز وعهد النعمة في المرموز إليه. عهد الناموس في الذبائح، لكن الذبائح في حد ذاتها ما تعملش حاجة. الذبيحة عاملة زي ايه؟ عارفين عاملة زي ايه؟ زي الفيزا كارد. الفيزا اللي معاك دي تمنها كام؟ ده سؤال. مش هتجيب 10 جنيه، حتة كرتونة مسقولة يا 5 جنيه يا 10 جنيه. لكن ايه رأيك الكرتونة دي ام 10 جنيه اللي ما تسويش 10 جنيه، بتحطها في الجهاز بتطلع لك الافات. اهو كده الحيوان في حد ذاته ما يسواش، لكن في شجرة الحياة اللي بيرمز اليها ياخد من الحساب. عشان كده داود لما زنى وقتل قالوا له قعد تبكي ليه؟ مش ربنا قال تقدم ذبيحة؟ قال هو المشكلة في الذبيحة؟ ده لو كان على الذبيحة اقرص جرس يجيني خدام اقول قدموا لربنا 30 بقرة ولا 30 عجل ولا 30 خروف، ما انا املك. عشان كده بيقول ربنا لو كنت تسر بالمحرقات، لو كانت المحرقات تفرح قلبك لكنت الان اعطي. الله، يعني المحرقات في حد ذاتها ما تفرحش قلب ربنا؟ قال اه. امال ايه اللي يفرح لقلب ربنا؟ القلب المنكسر والمنسحق. الاب قد سر ان يسحقه بالحزن اللي هو الابن المسيح. فلو كنت اؤمن بالمسيح هو ده اللي يقبل. يعني بلاش نقدم ذبائح، لا، نؤمن بالقلب المنسحق اللي هو الرصيد. وحينئذ يقدمون على مذابحك العجول. اذا التقدمة من هناك في الرمز، من هنا في النعمة، اي المرموز انيه. شجرة حياة بتعمل ايه؟ تصنع 12 ثمرة. هتقدم لي للالا دي 12 ثمرة، والورق بتاعها لشفاء الامم. مع ان ورق شجرة التين اتلعنت شجرة التين عشان غطت ادم، لكن غطاء المسيح هيكون بركة. البسوا الرب يسوع بسرعة. ايه هما ال 12 ثمرة اللي بتعطي كل شهر ثمرة؟ يعني كأن طول السنة، طول السنة ليك 12 ثمرة. أول ثمرة المغفرة، يا أبتاه اغفر لهم. أول ثمرة المغفرة لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. أول حاجة يقدمها لك المغفرة. تاني ثمرة فتح الفردوس، اليوم تكون معي في الفردوس. ما هم 7 كلمات ب7 ثمرات، وهنكمل بقى ال 12. يبقى غفر لي، ونمرة 2 عمل ايه؟ فتح لي الفردوس. وفتحه لمين؟ لأشر الخطاة. بس يا دوب التفتوا الي وانتوا تنالوا الخلاص يا جميع اقاصي الارض. تالت ثمرة اعطانا البنوية. يعني ايه ادانا البنوية؟ لما قال للعذراء عن يوحنا هوذا ابنك، وقال ليوحنا عن العذراء هوذا امك. ومن تلك الساعة اخذها يوحنا الى ايه؟ لا مش بيته، الى خاصته. ما هنعرف مين هم الخاصة بتوعه؟ مش عيلته، مش امه واخواته، لا، خاصته، خاصة يوحنا. فهنا اصبح يوحنا ابن للعذراء، واصبحت العذراء ام ليوحنا. تقول طب ومين هم خاصة يوحنا؟ دي بقت ام يوحنا بس. لا، مصل يوحنا قال لنا انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت المسيح وصبره. فاذا كان يوحنا اخونا والعذراء ام يوحنا، صارت العذراء مريم هي ايه؟ امنا. عشان كده في ناس كتيرة كانت بتنتقد، هي ليه العذراء بتظهر في مصر؟ ما فيش غير العذراء اللي بتظهر. ليه؟ ما قراتش في سفر الامثال ان الابن الناجح
فخر ابيه، والابن التعبان حزن امه. الاب ما يهموش ما دام هو حر، عملت اللي عليا يشيل شيلته، لكن الام هي اللي بتتحزن. اكتر واحده تتاثر باولادها هي الام. عشان كده امنا لما بتشوفنا في تعب او داخلين على تعب او داخلين على ضيقه تيجي تجري، ما تخافوش يا اولادي انا بطلب من ابني من اجلكم. شعور رؤوسكم محصاه، ما تضطربوش ما تترعبوش ابدا. صوره جميله. غفر الخطيه في الثمره الاولى، فتح الفردوس في الثمره الثانيه، اعطانا البنوية في الثمرة الثالثة، الثمرة الرابعة دخل في الظلمة عشان يطلعنا منها، من الستة للتاسعة، وقال الهي الهي لماذا تركتني. وفي ناس كتيرة تغيظني غيظ. ابونا نفسي اسألك سؤال، اتفضل يا حبيبي، هو ليه المسيح قال الهي الهي لماذا تركتني؟ مش عارف ليه؟ لانه شال المصيبة بتاعتك، كان المفروض انت اللي تترك. شال خطيتك اترك هو عشان تتقبل انت. دخل الظلمة عشان يطلعنا. الذي دعانا من الظلمة الى نوره العجيب، هو ده اللي طلعنا، هو ده اللي طلعنا. وبعد ما طلعنا جاب لنا الروح القدس. انا عطشان، عطشان لان احنا نرتوي. ما قالها للسامرية انا عطشان، وقال لها لو كنت تعرفين عطية الله. إيه هي دي؟ عطية الروح القدس ليروينا، عطشة ليروينا. مش بنقولها في الاسم بتاعت القداس الالهي؟ عطشة ليروينا وصعد على الصليب عريانا ليكسونا بثوب بره. هو ده انا عطشان. نمرة ستة، قد اكمل. يعني قد اكمل؟ كمل الناموس. تقول يعني ايه كمل الناموس؟ خلي بالك الناموس 10 وصايا، تكسر وصية من العشرة تبقى مجرم في الكل. من اخطأ في واحدة صار مجرما في الكل. تجيب في الناموس 99.9 تطلع بسلامتك على جهنم على طول. مين فيكم يرفع ايده ويقول انا ما غلطتش ولا غلطه من ساعه ما اتولدت؟ يبقى من وضع نفسه تحت الناموس عشان الناموس بس يخلصه وضع نفسه تحت لعنه. تقول لي بس ده ظلم، ده نسبه النجاح في العالم 50%. لما جه المسيح وكملها وقال مش 50، انا هقبل 30 واوصلهم ل60 واكملهم ل100 واحضركم امام الاب بلا عيب ولا غضن، ما فيناش خدش خالص. والدليل على ذلك الاب اول ما هيشوف اي واحد فيكم يقول له ايه؟ نعم من ايها العبد ايه؟ طب ما فيش حد صالح الا الله، لانك لبست المسيح وقلت احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. ثمره سادسه حلوه. السابعه اللي طلعنا ادم رجعنا المسيح، في يديك استودع روحي. والمسيح قال لنا قبليها حيث اكون انا تكونون. يبقى بما ان المسيح بقى بين ايدين الاب بقينا احنا بين ايدين الاب. ادم خلانا واحد منه، لكن المسيح خلانا واحد فيه. 7 ثمار بس هم 12. مات لاجل خطايانا، دي التامنة. قام لاجل تبريرنا، التاسعة. صعد لكي يشفع فينا، العاشرة. ارسل الروح القدس عشان يغيرنا وياخد منه ويدينا، 11. بيعد المكان ولما يعده هيجي وياخدنا، ودل 12. بعد ما تتم سنة الخلاص اي ثمرة حياتنا تتم. هذه هي ثمرة الصليب المعطاة لنا يا احبائي. ربنا يبارك حياتنا ويمتعنا في الايمان ويخلينا نعيش المسيح يسوع. في ترنيمة كنت عملتها صغيرة، مش عارف طلعوها. الترنيمة دي سهلة جدا وعاملها على وزن ايه؟ الجلجسة. وهتقولوها معاي، بص اسمعوا مني كده. كل شوكة في راسك انت
كانت علشاني كل نقطة دم بتنزف تغسل أسامي. تاني كل شوكة في راسك انت كانت علشاني كل نقطة دم بتنزل تغسل أسامي. بعد ما كنت خاطئ ومهزوم وكان الموت جزاء محتوم قبلت بدالي تتألم وتصلب وتموت وتقوم. المجد للآب والإب والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهر. نقولها من الاول تاني بس المجد، المجد للاب فيها ثلاث هزات. لما اعمل كده المجد للاب على طول نقول من الاول كل شوكة كل نقطة دم بتنزف تغسل أسامي. بعد ما كنت خاطئ ومهزوم وكان الموت جزاء محتوم قبلت بدالي تتألم وتصلب وتموت وتقوم. المجد للآب والإب والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهر. من يفتح عين الأعمى يعطي الميت حياة. تاني تاني من يفتح عين الأعمى يعطي الميت حياة. من اللي يشفي المريض غيرك يا ابن الله؟ انت وحدك اللي تطيعك الامواج والرياح وانت بس اللي بتقدر تضع مد كل الجراح.
يا اللي فديت الانسان بصلبك وبموتك، سامعني يا ربي واذكرني ملكوتك. المجد للآب والإب والروح بسم الله والابن والروح القدس الى المحمد امين. نبوات الساعه الثالثه من هجري